مشاهدينا في مصر والوطن العربي صباح الخير. بندعوكم لشرب القهوة معنا وبنبتدي طبعا يومنا مع قراءة في أهم الملفات وعناوين صحفنا الصدر لصباح هذا اليوم. أهم الملفات طبعا الصعيد الوطني هي الزيارة للسيد الرئيس إلى طبعا إلى الاتحاد الأوروبي بعد زيارته إلى إيطاليا. اليوم الرئيس في يوم حافل في فرنسا وسط اهتمام وزخم كبير جدا على المستوى الإعلامي الدولي والمحلي. في الشأن العربي هذا الصباح، الباجي القايد سبسي رئيس حزب نداء تونس يتصدر رسميا إذن قائمة مرشح الرئاسة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية بحصوله على 39.4% من مجموع الأصوات، بينما حصل منصف المرزوقي الرئيس المنتهي ولايته على 33.3%، والإعادة إذن ستكون رسميا بعد شهر من الآن. أما في الشأن الدولي، حرب كساحة حرب مشتعلة أطحت مدينة فيرغسون وحيها سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية. البيوت أضرمت فيها النيران، المحلات تهاوت قواعدها بعد أن آتت عليها نيران الغضب بعد تبرئة ضابط شرطة أبيض يدعى دارين ويلسون الذي قتل الشاب الأسود الأعزل مايكل براون، والمتظاهرين يرفعون أو رفعوا لافتات عنوانها العنصرية هي التي تقتل. في مساحة حرة هذا الصباح بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقداسة بابا الفاتيكان بابا فرانسيس التي طبعا حازت على زخم غير مسبوق، يعكس أهمية الدولة المصرية مرة أخرى ورؤية الرئيس الاستباقية لحلحلة مجموعة من الملفات الساخنة على المستوى الدولي التي تعكس الاهتمام الأوروبي والمصري في آن واحد في مشتركات. اليوم الرئيس في زيارة مهمة لفرنسا يبدأها بلقاء وزير الخارجية الفرنسي، ربما بدأها لأنها 8:30 وبتوقيت طبعا باريس، وبعدها بقليل سيشهد استعراضا عسكريا تستعرض فيه عسكريا لكبار الزوار، ويكون يسعدون أن يكون معنا زميلنا الكاتب الصحفي من المصري اليوم محسن سميكا وزميلنا في هذا البرنامج العزيز الذي هو سيكون مراسلنا في باريس. هنشرب القهوة هذا الصباح مع دكتورنا الكبير أستاذ دكتور سعيد اللوندي الكاتب الصحفي والخبير بالعلاقات السياسية والدولية بالأهرام وكذلك رئيس تحرير لومون ديبلوماسي. صباح الخير دكتور. أهلا صباح الخير. النهاردة إذن القهوة، حضرتك تشرب قهوتك إيه؟ طبعا مزبوطة. مزبوطة. يبدو أن كل يعني أغلب الضيوف هنا بيبقى عايزين قهوة مزبوطة، يبدو أن مزاج الشعب كله تقول القهوة مزبوطة. إلى إذن أبرز العناوين. من الدستور نتحدث عن طبعا الموضوع الذي أثرناه بالأمس صباحا، كارثة فساد المحليات في المطرية كما يكتب الدستور. المصري اليوم تقول يوم الجحيم في المطرية، مصرع 18 في انهيار عقار وتفحم 6 في انفجار. إذن في عملية قامت بها سيدة يظهر للتخلص من زوجها. العناوين طبعا في الصحف دكتور سعيد تتحدث عن هذا الحادث الأليم. كان عندنا ثلاثة قتلى ثم 11 قتيل لغاية امبارح الصبح ثم أضحوا 19 قتيل. تعليق حضرتك على يعني إدارة هذا الملف، الإدارة يعني على الأرض ثم الإدارة أيضا الصحفية لهذا الموضوع. يعني المؤسف أنه في هذا اليوم بالذات ونحن فرحون بحالة الانفتاح العالمي من خلال الجولة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوروبا، يعني نجد أن هناك حادث لا سبب له سوى الفساد، والفساد كما قال أحد المسؤولين للركب في مسألة المحليات. على أتحال أعتقد أن لابد من مواجهة أنفسنا قبل أن نواجه أي شيء آخر، لأن هذا الخطأ خطأ إنساني وليس خطأ قدري كما يحلو البعض أن يقول. على أتحال ضحايا يعني تنم عن أنه الحادث كان كبيرا جدا وفي وقت صعب للغاية، وكان هناك عدد كبير من السكان موجودين داخل العقار مما أدى إلى هبوطه في التوقيت يعني غير المناسب. لكن يعني هؤلاء الضحايا أعتقد أن الكل متعاطف معهم، الكل متعاطف لأن لن يكون هذا الحادث الأخير، ولكن هناك حوادث أخرى يمكن أن تحدث بشكل أو بآخر في
في المحافظات وفي كل أنحاء الجمهورية، وهو شيء مؤسف اليوم وغدا وبعد غدا. بحسب بعض التحقيقات يبدو أن الانهيار ليس فقط للسبب العام اللي احنا بنعرفه، لأن هناك يعني كان هناك حوادث كثيرة لانهيارات عقارات، منها اسكندرية الشهيرة في آخر انهيار. صحيح. يبدو أن ليس فقط الغش التجاري هو على رأس أيضا القائمة، لكن يبدو أن هناك أحد هذا المبنى كان يعني مؤداه الإزالة منذ 3 أشهر، لكن السكان كمان ما التزموش. من ناحية تانية يبدو أن هناك كان أحد الأطباء بيغير في يهد حيطة جوه المبنى، وبالتالي اختل النظام ووقع المبنى على المياه كل الناس لسكنية. هذا دليل كبير جدا على أن العقول نفسها في حاجة إلى تغيير، لأن ما كنا هناك ركائز في داخل أي عمارة كانت لا يمكن أن نحسس بها لا من قريب ولا من بعيد، وهذا يعكس سلوك سطحي يعني يحكم الناس بشكل أو بآخر حتى لو كان دكتور أو طبيب. احنا عندنا ايضا بالنسبه للاحصائيات يبدو ان مثلا في حي السلام 94% من يعني العقارات مخالفه للقانون، بخلاف مساله الغش التجاري عندنا عين شمس 96%. يعني عندنا في الاحصائيات ايضا التي تقدمها بعض المصادر المؤكده ان عندنا 4 مليون عقار كلهم مخالفين على مستوى مواد البناء. هذا مؤسف، لانه في السنوات الثلاثه او الاربعه الماضيه لم يكن هناك ضبط ولا ربط في جميع انحاء مصر في جميع المؤسسات، مما ادى الى يعني تفشي ظاهره الفساد في كل شيء، ناهيك عن انعدام الضمير اشياء كثيره جدا تتعلق بالقيم الانسانيه والمجتمعيه والدينيه لا وجود لها اطلاقا، والنتيجه النهائيه ان المجتمع كله اصبح فاسدا، حتى انه احد اصحاب الكاريكاتير رسم ان كل انسان يضع يده في جيب لزق في امامه، وكان المجتمع كله يأخذ من بعضه بعضا، لا يراقب لا يحاسب لا يعني يعطي بيانات سليمة، كلها معلومات مغلوطة، والنتيجة النهائية هو أن أرواح الناس العاديين تدفع أو سدى. نحن ننعي في هذا البرنامج وفاة الفنانة الكبيرة العربية اللبنانية والمصرية الفنانة صباح الصبوح، التي انطفأت يعني عند ما يقرب الساعة 3 من صباح هذا اليوم بحسب الإفادة اللي قالتها أو قدمتها بنتها. الفنانة الكبيرة صباح هي جزء من هرم السينما المصرية والسينما العربية، وأيضا هي من أحد الملامح لأبرز وجوه سينمائية عرفها تاريخ السينما العالمية. إذن توفيت الصبوحة الله يرحمها على عن عمر يناهز 87 عاما، وطبعا يعني حدث مؤلم ومؤسف، وننعي أنفسنا وننعي لبنان وننعي أسرة طبعا الفنانة الكبيرة الراحلة صباح. يعني إذا بحثنا في أرشيف سنوات عمر أي إنسان كان ما كان في مصر أو في العالم العربي يجد أن صباح تحتل مكانة مهمة جدا، سواء من خلال أغانيها التي ما زال الشعب يغنيها دون أن يعرف أنها صاحبة هذا الصوت، أو حتى الأفلام التي دسمت بها عدد كبير وعبر الأجيال. أعتقد أن صباح ما تزال متربعة في قلوب جميع أو ملايين المصريين والعرب الذين شاهدوها واستمتعوا بها، يرحم الله رحمة واسعة. يعني هناك موسم كان هناك أيضا يعني فقدنا الكثير من الفنانين، عندنا الفنان الكبير خالد صالح، عندنا الفنانة الكبيرة معالي الزايد وآخرين. يعني هذا الموسم غير سعيد بالنسبة للسينما، كان ثقيلا جدا هذا الموسم أو هذه الشهور القليلة الماضية، لأن فقدنا أعداد كبيرة من الفنانين الذين لا هام لهم سوى إسعاد الجماهير، وبالتالي نأمل أن يكون أجيال أخرى تحل محلهم وربما تضيف إلى السينما المصرية. وتبقى الصبوحة صباح بصوتها وأفلامها هي أيقونة، أحد أيقونات السينما العربية. صحيح. والغناء العربي، وأيضا لها المكانة الخاصة والتي لن تتزحزح عنها مكانة الأيقونة في قلب تتربع في قلب المصريين طبعا بفنها الجميل، وهي جزء من تاريخ طويل للسينما المصرية. هذا التاريخ يجسد للسينما ربما العالمية، لأن احنا من أول الدول اللي كانت يعني كان فيها سينما، هنا عندنا
هنا من بداية القرن الماضي. إذن رحم الله الفقيدة، ونقدم مرة أخرى بالنيابة عن قناة القاهرة والناس وبرنامج فنجان قهوة التعازي لأسرة فقيدتنا الكبيرة الفنانة العظيمة الفنانة صباح. إلى الأهرام، ملف طبعا كبير. نقرأ: قمة مصرية فرنسية في باريس اليوم، توقيع 9 اتفاقيات اقتصادية مع إيطاليا في ختام زيارة السيد الرئيس. دكتور سعيد، يعني بعد أولا محصلة في اعتقاد حضرتك، ما هي الإيجابيات أو النقاط التي أحرزتها الدولة المصرية من خلال كل ما سمعته وشاهدته فيما يخص زيارته ولقائته بجورجيو نابوليتانو بالأمس، وماتيو رينزي رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ وأيضا وزير الخارجية، يعني كانت هناك، ومجلس الأعمال الإيطالي المصري، وكل هؤلاء الذين يعني حاولوا أن يخطبوا ود عبد الفتاح السيسي في إيطاليا؟ يعني إلى جانب الملف الاقتصادي الذي وضعه الرئيس على رأس اهتماماته، ملف الأمني ومكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية، ونريد أن نقول بداية أنه الرئيس السيسي عندما كان يخطو وخطى الخطوة الأولى باتجاه أوروبا، يريد أن يقول للعالم رسالة مهمة جدا، وهي أن العالم كله لا يختزل ولا يمكن أن يختزل في أمريكا. حتى الآن لم يزر أمريكا، البعض يتصور أنه زار أمريكا، لم يزر أمريكا، زار نيويورك حيث يوجد مبنى الأمم المتحدة لحضور الجمعية العامة، لكن لم يوجه إليه دعوة لكي يزور واشنطن باعتبار أن فيها البيت الأبيض وفيها عدد كبير جدا من الحكومة والرئيس أوباما إلى آخره. لم يزر أمريكا وإنما زار أوروبا. لماذا أوروبا؟ لأن أوروبا قريبة جدا منا، حتى يحلو لنا أن نقول أن الدول الأوروبية مشاطئ البحر المتوسط شمالا ونحن مشاطئين البحر المتوسط جنوبا. وطه حسين مثلا عميد الأربعين كان يقول البحر الأبيض المتوسط بحرنا كما أنه بحرهم، ولماذا نخاف من الذين يسكنون هذا البحر؟ الإضافة لأنه قال إن البحر الأبيض المتوسط بحيرة عربية. الرئيس السيسي يضغط على هذا الاتجاه عندما تختار إيطاليا. لماذا إيطاليا أيضا؟ لأن إيطاليا مهتمة كثيرا بالليبيا باعتبار أنه في سجل سبوه القديم كانت إيطاليا تحتل ليبيا، وبالتالي ليبيا متخيمة لنا غربا، وحتى حدث الفرافر الإرهابي الشهير وجدنا الأسلحة جاءت من ليبيا. من ليبيا من ناحية السياسية دولة فاشلة، لا هيئات ولا حكومات، هناك ميليشيات إلى آخره، لكن الرئيس وبرلمانين متناحرين يعني. تماما. الرئيس السيسي واجه وأكد وصح كثير ما فهم، لأنه يؤمن بما يسمى دبلوماسية المباحثات المباشرة. ذهب إلى هناك كما نقول نحن، إذا لم يذهب محمد إلى الجبل ذهب الجبل لي. ذهب وقال لهم هذه معلومات معروضة تعرفونها عن ثورة 30 يونيو، عن الرئيس إلى آخره، لأنه رئيس منتخب. كل هذه الأشياء كان لابد أن يتحدث فيها، ناهيك عن أنه مثلا عندما ذهب لليبيا حادثة فرافرة أثبت أن الأسلحة جاءت من ليبيا. من أين جاءت من ليبيا؟ هناك من يتصل بها، هنا قوة إقليمية خارجية. إذن لابد من دعم ليبيا، وحتى حسب كلمة الرئيس السيسي لابد من دعم الجيش الوطني الليبي حتى يفرض هيمنته على كل تراب الليبي. هذا ما يريد أن نقول. لكن بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أن إيطاليا أكبر يعني شريك تجاري في الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك، ثالث شريك تجاري على مستوى العالم، خامس يعني فيما يتعلق بالاستثمار. إذن الرجل يحمل هموم المواطن المصري هذا على كيله في أي اتفاق يحدث أو يقوم به أو توقيعه في الخارج، كما حدث 9 اتفاقات في روما، التقى بقداسة البابا فرانسيس. لماذا؟ لأنه يريد أن يؤكد قيم التسامح الموجودة هناك وهنا، ونحن دولة فيها يعني عدد كبير جدا بالملايين من المسيحيين، فكان لابد أن يدغر مشاعرهم. أكثر من مليار مسيحي بصح في العالم كله أعتقد. لكن ذهب إلى فرنسا، لماذا فرنسا بالذات؟ ما هو لابد أن نسأل لماذا؟ لأنه فرنسا هي القطب السياسي البارز في الاتحاد الأوروبي. إذا تكلمنا عن أوروبا سياسيا نتكلم عن فرنسا، إذا تكلم عن أوروبا اقتصاديا نتكلم عن ألمانيا، باعتبار أن ألمانيا 75% من
ميزانيه الاتحاد الاوروبي تقدمها المانيا. على اي حال اعتقد بشكل او باخر ان الرئيس سيؤدي الى نتائج ايجابيه زيارته هذه، لان يلتقون تماما بالرئيس السيسي كما حدث في اوباما. اوباما التقى به على هامش الجمعيه العامه، جاء بحكوماته كلها، جاء بقائد الفكر والراي والاعلام كلهم يلتقون بهذا الرجل الذي يعني اعاد مصر مجددا واحياها واخرجها في صورتها التي كنا نعرفها، وفعل حقيقه مكانتها الاقليميه والدولي. وقفه عند يعني ما قاله البابا فرانسيس امام البرلمان في ستراسبورغ، كانت في الحقيقة كلمة في منتهى الروعة، تحدث فيها عن كرامة الإنسان، تحدث فيها أيضا عن ملف الفقر والاهتمام، وكانت له يعني أولا استقبل استقبال الفاتحين في برلمان الأوروبي في ستراسبورغ ومارتن شولز، يعني كانت هناك مراسم كبرى. لكن الكلمة بتاع قداسة البابا وتعاطفه مع قضية الفقراء والاهتمام ب يعني اعطاء الانسان القدره على انه يعيش بكرامه، تتقاطع مع فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا الاهتمام بالمعوزين والفقراء الى غير ذلك. يعني هنا راي حضرتك ايه؟ يعني اقناع مؤسسه كالفاتيكان بمليار من الرعايا المسيحيين، اعتقد انها طبعا قوه، ممكن ان يكون لها قوه سياسيه ولديها ما تقوله وما تتدخل به ايضا في حلحله بعض الملفات الساخنه في الشرق الاوسط. ليست فقط القيم الانسانيه التي يحاول ان يضغط عليها قداسه البابا فرانسيس، ولكن ايضا حتى التقارب بين المسيحيين والمسلمين وبين الفاتيكان وبين الازهر الشريف باعتباره المسلمين في كل مكان، اعتقد انها كانت مهمه جدا، ناهيك عن انه تقاطع فكر الرئيس السيسي مع رساله البابا. يعني اعتقد ان هذا شيء مهم جدا، لاننا نؤمن بالانسان اينما كان واينما حل واينما ارتحل. كل هذه الاشياء تجسد فكر بشكل او باخر الرئيس السيسي الذي ينقله شخصيا الى العالم الخارجي، وعندما التقي باهم شيء او نقوله ان في هذه الحاله الرئيس السيسي يرفع شعار سياسه متوازنه مع الجميع. يعني علاقتنا بفرنسا لا تجب علاقتنا بروما ولا بالفاتيكان ولا حتى بالصين التي جاءت منها دعوه، ولا علاقتنا بموسكو مثلا لا تجب علاقتنا الجنوبيه، يعني كوريا الجنوبيه جاءت، والسودان والسودان الشمالي والسودان الجنوبي. كل هذه الاشياء تؤكد ان الرئيس السيسي يمد يده للجميع، ويريد ان يؤكد انه يعني ابن هذه المنطقه ومكانتها عادت مصر، ومصر كما قال حرفيا مصر اصبحت كما كانت بيت للجميع العرب. وهي ايضا سفير لهؤلاء العرب الان في اماكن صنع القرار سواء في الاتحاد الاوروبي او في امريكا. دعني انقلك في سياق النهارده واضعك في سياق اجنده السيد الرئيس اليوم. اذا ما سلمنا بحسب بعض المحللين بان السفره الاولى والمداولات التي كانت مع الجانب الايطالي كان ابرزها الملف الليبي، ثم يليه حق الفلسطينيين في ان يكون لهم مكان او يكون لهم ارض، ودافع دفاعا مستميتا عن هذه القضيه، وانا ساشير الى الحوار اللي كان مع فرانس 24، كانت هناك نقطه لافته للسيد الرئيس. لكن اذا ما كان العنوان مع ايطاليا هو ليبيا والاستثمارات طبعا الى غير ذلك، لكن مع فرنسا هناك قضيه اخرى، هو الا تعتقد كما يقول بعض المحللين بانه ذهب بمنظور اخر للانفتاح على ما يسمى علاقه اورو متوسطيه ناشئه بعد علاقته المتميزة بشرق أوروبا، وأقصد بها طبعا اليونان وقبرص ومصر. إذا ما قلنا فرنسا قلنا العلاقات الأورو متوسطية. بالفعل نحن أبناء المتوسط المستطيعين جنوبا، نريد أن نمد يدنا إلى المستطيعين شمالا، وبالتالي فرنسا مهمة جدا. لابد يعني يضع الكثيرون أملهم في الأورو المتوسطية في الزمن القادم، يعني سيكون لها قائمة هذه طبعا، لأن حتى في زمن ساركوزي كانت اختارت فرنسا أن تكون مصر هي لها في الاتحاد من أجل المتوسط. إذا دائما إذا ما قال الفرنسيون المتوسط ذكروا دائما مصر، وإذا ما قلنا نحن في مصر المتوسط ذكرنا دائما فرنسا. أيضا في هذا السياق هناك أيضا بعض المحللين يرون أن الحوار هكذا مع فرنسا ومع إيطاليا، ثم ما سبق من القمة الثلاثية التي تم ذكرها منذ لحظات، ما هي أيضا إلا من أجل إعادة صياغة الأوراق في الأورو المتوسطي في دور تركيا.
يعني بمعنى أطلع. أنه يعني نوع من أنواع إيه، لن أقول حصار تركيا، لكنه حصار دبلوماسي لدور تحاول أن تلعبه تركيا مناوئ للدولة المصرية، وبالتالي هو يعني تحدث مع القادة الأوروبيين في هذا. الرئيس السيسي يقول أننا بدأنا مصر جديدة وعلاقات سياسية جديدة تنبني على شأن الاحترام المتبادل للشعوب وشيء ثاني المصالح المشتركة، وأعتقد أنه بهذا يرسل دعائم علاقات سياسية دولية ممتدة. فيما يتعلق بتركيا، هو يريد الا تتدخل اي دوله في الشان داخلي لمصر، سواء كانت تركيا، لا يعني ادى فيتو لتركيا من هيديها من فرنسا زي ما اداها من ايطاليا. يعني بالضبط، يعني نفس الموقف لن يتغير اطلاقا، فقط هي مصلحه المواطن المصري العادي. ولذلك ان الاقتصاد يتقدم من مسيره برلسكوني، لو تذكرين برلسكوني عندما كان وزير رئيس وزراء اكثر من مره في ايطاليا، كان يعني واحد من اشهر اغنياء 10 في العالم، الكباريرو أكثرهم فضائحا أيضا. الاقتصاد أولا ثم يليه السياسة على اتحاد، لا نستطيع أن نميز بين السياسة والاقتصاد، إن نحن نميز من ناحية نظرية فقط لا غير، لكن الاقتصاد أولا كما يبدو في الملفات التي يحملها الرئيس، ناهيك عن أنه يرأس يعني وفدا مصريا يضم وزير التموين، وزير الصناعة، التجارة، السياحة، الاستثمار. إذا هو بهذه الزيارة وهذا الوفد يؤكد أن الأرقام والإحصاءات والاقتصاد أولا. هناك إذا الجانب الاستثماري هو كبير جدا، لقاءات متعددة مع أكبر مستثمرين فرنسيين في مصر، لقاء مع أيضا الشركات السياحية الكبرى الفرنسية، وهي طبعا مركز مهم بالنسبة لمصر لأنها جزء من السياحة المصرية. هناك أيضا استقبال رمزي للرئيس في مدرسة المدرسة العسكرية لزانفاليد، وهي للتشريف العسكري. أنت يعني مطلع على الثقافة الفرنسية، رمزيا ماذا يعني هذا يعني التشريف؟ لزانفاليد مقبرة نابليون بونابرت، نابليون بونابرت يوجد هناك بالفعل يعني مؤثر جدا. أعتقد أنهم يحاولون بشكل أو بآخر إجراء بعض المناوصة العسكرية التي شهد الرئيس صفقات عسكرية ولما لا، لأن الرئيس يرفع شعار يعني جميع الدول تنويع مصادر السلاح. بنتكلم على 24 طيارة رفال وفرقاطتين بالنسبة كقطع بحرية، هذا مؤكد، لأنه قديما كان الأهم كله يتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. العالم ليس أمريكا، العالم فيه 200 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، وأعتقد أن الرئيس عندما يخطو خطوته الأولى للخارج مؤكدا أنه يذهب إلى أوروبا، معنى ذلك أنه لا يريد أن يلغي أمريكا، لكن أمريكا دولة كبيرة فعلا وعلاقتنا بس استراتيجية، لكن دول أخرى لنا بها علاقات، ودليل على ذلك فرنسا وإيطاليا والفاتيكان. في عجالة لأن عندنا فاصل، لكن سأستوقفك عند موقف مارين لوبان وحزب مارين لوبان، اللي هو الحزب اليميني المتشدد الذي يكره العرب تاريخيا يعني، ويكره المهاجرين إلى غير ذلك. يبدو أنه متعاطف مع زيارة السيسي، ويقول بأنه أرجل التغيير الذي ساند الشعب، ويقدرون له بأنه يعني تعاطف مع الشعب وأنقذه من ديكتاتورية يعني مريرة. إيه رأي حضرتك في هذا التطور؟ في العلاقات الدولية ليست هناك مواقف ثابتة، ليس هناك أي قونات لا يمكن أن تتغير. أعتقد أن الحزب اليمين المتطرف بدأ يغير موقفه، وعلى فكرة يغير موقفه ولا بيتجمل على حساب السياسة؟ لا يغير موقفه، لأنه في العلاقات الدولية دائما نقف على الرمال المتحركة، ناهيك عن أنه لم يكن ضد العرب، ضد الأجانب كلهم من منطقة شوفيني خاصة بفرنسا، يعني ضد اليهود، ضد العرب، ضد السود، ضد الأفارقة إلى آخره، والصينيين. إذا لم يكن أبدا ضد العرب، هذا من قبيل الدعاية الصهيونية التي تقول أن مارين لوبان ضد العرب، يعني أو كأنه مع الناس كلها سمنا وعسل المصفى. أعتقد أن هذا موقف وتعبد الطريق للانتخابات، لكن حصلت تغيير على انتخابات تغيير لوبان موقفه إلى حد ما، معنى ذلك أن الدعاية المصرية وصلت بحق إلى جميع أنحاء العالم، حتى الأحزاب المناوئة لنا. بمعنى آخر أن هناك رئيس منتخب في مصر، وأن مصر فعلا انقذت بهذا الرجل، لأنه كان مصرها مثل مصر ليبيا أو مصر سوريا. بعد قليل الرئيس سيكون له غداء عمل مع في قمة مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ثم يتبع ذلك لقاء ثنائي بدون أي وجود أي شخص، يعني قمة شخصية هكذا. أهلا بكم مرة تانية إلى فنجان قهوة، بنستعرض الأخبار، نبدأها من العواجل.
العاجل الأول يفيد بإصابة 23 شخصا جراء انقلاب أتوبيس بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة، حيث اصطدم الأتوبيس بمطلع كوبري تملاي ما أدى إلى انقلابه طبعا أسفل الكوبري، وطبعا بلاغ بوجود 23 إصابة لا حالات وفيات لغاية الآن، ونرجو أن يكون ذلك طبعا. تم نقل المصابين إلى مستشفى منوف، الحالات مستقرة ولا حديث كما قلت عن قتلى. العاجل الثاني هو يخص الحماية المدنية التي أفادت بأنها أطفأت حريق فجر اليوم في 3 عربات بقطار رقم 163 المتجه إلى سوهاج، إذن ولا أنباء أيضا عن إصابات. نعود إلى قراءة في ملفاتنا المصرية المحلية، نقرأ من اليوم السابع: وزير الداخلية لن نقبل بالمسس بذرة من تراب مصر. اللواء محمد إبراهيم يقول: أي اعتداء على قوات الجيش والشرطة وترويع المواطنين سيواجه بالرصاص ويحاكم عسكريا. وفي إطار إحكام قبضة وزارة الداخلية على دعوات العنف والتخريب يوم 28 نوفمبر الجاري المزعومة وتأمينها، إذن ننظر نتحدث عن زيارة قام بها وزير الداخلية في طبعا من أجل في نفس الإطار لتحقيق إذن الإنجازات اليومية اللي بيشهدها قطاع الشرطة وحربها ضد الإرهاب عن تحقيق ضربات استباقية للإرهاب. بنعرض إذن تقرير لأحد أنشطة وزير الداخلية الهامة وهي زيارة قوات الأمن المركزي بمنطقة الدراسة، نشاهد هذا التقرير ثم نعود. فعلا انتوا الرجاله اللي بتحموا مصر، واملنا فيكم كبير باذن الله، وكل اللي انا طالبه من حضراتكم مزيد من التدريب ومزيد من الجهد من اجل الارتقاء بمستوى الاداء الامني في مصر لتحقيق الامن في ربوع جمهوريه مصر العربيه. احنا داخلين على مرحله فيها تحديات كبيره مش هنقدر ان احنا يعني نسيطر عليها او نسيطر على الحاله اللي موجوده الا بالقدرة على المواجهة، والقدرة دي ما بتجيش غير بالتدريب وبمزيد من التدريب. سبب مجيئي لحضراتكم هو ان انا اقدم لكم الشكر والامتنان على المجهود اللي انتم بتقوموا بيه واللي قمتوا بيه منذ 30/6 لغايه النهارده. لا شك ان عارف ان العبء كبير عليكم ثقيل عليكم، انما انا متاكد ان انا معايا رجاله يعتبروا سند وظهر للوزاره وسند للشعب المصري كله، واملي فيكم كبير ان احنا باذن الله الفتره الجايه، لا شك ان احنا عندنا تحديات لغايه لما باذن الله تستقر البلد وتستقر الامور، ومتاكد ان
انكم انتوا قد التحديات دي وانتوا قادرين باذن الله ان احنا نحقق سويا الامن في مصر. طبعا زيارة مشرفة ويعني ترفع الروح المعنوية للقوات. كانت هذه هي إذن الزيارة الهامة لقوات الأمن المركزي بمنطقة الدراسة. يعني تعليق حضرتك على جهود الداخلية جدا. كلام مطمئن جدا الذي قاله اللواء محمد إبراهيم، لابد أن نثق فيه وفي كل كلمة قالها، ونثق فيه أن تراب مصر لن يمثل لا من قريب ولا من بعيد، وأن الأسود الذين تحدث إليهم هم أبناء الشعب المصري وليسوا مستوردين من الصين أو من أمريكا أو من إسرائيل، بالعكس هم أبناؤنا، وبالتالي لابد أن نثق في إقرار الأمن والسلام في المنطقة، لأن هذا يجلب السياحة والسياحة تجلب الاقتصاد، كل الأشياء مرتبطة ببعضها البعض. وهو يؤكد على انهم لن يفرطوا في اي حبه من حبات من حب يعني تراب مصر. بالفعل لن يفرطوا ولن يمسوا تراب مصر اطلاقا طول ما هؤلاء موجودين، فلا بد ان نثق فيهم مثنى وثلاث ورباع. واذا بالمناسبه يعني هناك دعوات ل 28، انت مش شايف ان فيها تهويل شويه ولا ايه؟ انا شايف ان فيها كتير من التهويل طبعا. لا يوم مع يوم عادي جدا، لانه قبل كده قالوا فيه مناسبات كثيره هنعمل وهنعمل وهنعمل ولم يفعلوا. ثم لسانش شيء مهم جدا ان احنا نتعامل مع دوله، هيبه الدوله وهذا تنظيم واستعداد تام لمواجهه اي حد تسول له نفسه ان هو يتعرض لمنشات او يخرب او يتعدى على المواطن. تقوم باي شيء فعلا يمس كرامه المواطن. هي نظام الحروب الغير متمثلة يا دكتور، يعني التي تدار في الفضاءات الإلكترونية، يعني حرب في زوبعة في فنجان، يعني هم يعني قوم لهم أقوال لكن لا يفعلون أي شيء إطلاقا. وأعتقد أن ترويع المواطنين واستخدام هذا اليوم كفزاعة وتخويف الناس، أعتقد هذا هو المقصود والمستهدف، لكن في الواقع لن يحدث شيء. دام هناك جيش قوي بتاع مصر وشرطة قوية جدا، عقيدة الجيش المصري و الشرطة المصرية والشعب المصري. عقيد والشعب المصري تتحول في هذه الحالة إلى جندي في الشرطة وجندي في الجيش. شوف هي عملت إيه بالنسبة خلت الله يرحم أيام من كاترين أشتون اللي كانت بتيجي عايزة تعمل حكومة موازية هنا عن طريق رابعة العدوية، ولا النهاردة شوف يستقبل رئيس السيسي استقبال الفاتحين، والرأي المصري سيعتد به في صياغة الخطاب الدبلوماسي والسياسي في المنطقة كلها. يعني وزيرة الخارجية الإيطالية أصبحت يعني التي حلت محل كاترين أشتون فعلا في زمن كاترين أشتون، والدعاية المغلوطة انتهى تماما. نحن الآن أمام ممثل والابتزاز انتهى. الابتزاز الأوروبي انتهى. أعتقد أن أوروبا فتحت أحضانها تماما لمصر وتريد أن تتعاون معها في الأيام القليلة القادمة. إذن من الملف الأمني إلى التحرير نقرأ تقصي 30 يونيو، تقول الإخوان بدأوا اشتباكات رابعة وقتلوا من حاول ترك الاعتصام، التقرير رد فعل الأمن مبالغ فيه، والشرطة أهملت في الإعلان عن 6 ممرات آمنة للخروج. أعتقد أن الشرطة مرة أخرى يمثل هذا التحدي بالنسبة لها. أعتقد أن الشرطة في المرحلة القادمة لن تترك هذه الأمور للمستضعفة، ستدع لكل شيء حساباته ليقنع الناس وليهدى الناس ويبتعد أولئك الذين يحيكون لهيبة الدولة وإسقاط المؤامرات. أنت شايف مدى حيادية كحضرتك يعني ككاتب صحفي ومتخصص في الشأن السياسي، يعني إيه رأيك في هيكليا في هذا التقرير؟ أعتقد وما رشح عنه، يعني هل هو موضوعي؟ هل هو أنا أعتقد أن الكل يريد أن يصل الموضوعية والحيادية ولا الحقيقة، الحقيقة أن يصيب كبد الحقيقة، لأنه في الواقع يهمه مصلحة المواطن المصري العادي المصلحة العامة. أما تشخيص أو شخصنة المصالح بحيث تخدم هذا الطرف أو تلك الجماعة أو هذا الحزب، أعتقد أن الشرطة بشكل عام ضد كل هذا، هي مع الشعب وللشعب. وأعتقد لكن هناك ثوابت يا دكتور سعيد، يعني هم استخدموا بالفعل الأسلحة
وقتلوا بحسب بعض التفاصيل اللي رجعت عن هذا التقرير، يعني كل من كان يريد أن يغادر الاعتصام هدد بالقتل وربما تعرض للقتل داخل الرابعة. لقد شاهدنا بأنفسنا هذا الحادث، كان هناك محاولة لي يعني حرق الكنائس، 60 كنيسة، 50 مسجد، قتلوا عشرات المصريين في الميادين والمشارع والكباري، كل هذه قتلوا الشق يعني ضباط الشرطة، يعني بدأوا بالاعتداء. القتل كان سهلا بالنسبة لهم، والشرطة تقف لهم بالمرصاد، وهذا نوع من التحدي لا أقول مشكلة فقط. من ناحية أخرى كان هناك أيضا شيء من اللوم وجه لل يعني التعاطي الشرطي، يعني وجهة نظر لكنها غير واقعية، لأنهم عندما يتحدثون بشكل عام عن حرق مدينة الدولة وإسقاط هيبتها، نعتقد أن الشرطة تكشر عن نيابة في أي مكان. نجد حتى حدث في أمريكا الآن، يعني مهما كان هناك قانون لابد أن يرتدع ويستمع إليه الجميع. إلى اليوم السابع نقرأ: قاضي التحقيق في فساد وزارة الزراعة يأمر باسترداد 9000 فدان من أراضي الدولة، منع سفر 33 رجل أعمال من المسؤولين على الأراضي، والحكومة تقرر بيع الأراضي المستردة في مزاد علني. مرة أخرى أقول أن الدولة هي التي يعني تسيبت كثيرا في حقها وتركته لهذا، ولذلك اليوم يشد عظام جديد هيبة الدولة تعود لاستقرار الأمن والاستقرار في البلد، وبالتالي أموال الدولة حقها لابد أن تعود إليها، وعندما يكون هناك قانون يمنع هذا من السفر عدم لا ننزعج، لأن هناك قانون يستوفي هذا الغني والفقير والضعيف والقوي، كله يخضع لهذا القانون لمصلحة الشعب عامة. من التحرير نقرأ: نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة للقضاء على تسريب الأسئلة. نحن في حاجة إلى ثورة تعليمية دكتور؟ أنا أعتقد أنها ليست ثورة تعليمية بقدر ما تغيير حقيقي يتماشى مع التطور الذي حدث في وزارة الاتصال. الغش الآن أصبح بالكمبيوتر، وأصبح بالموبايل، وأصبح بالتلفونات، وأصبح بالأمور الافتراضية الكثيرة جدا والفيسبوك، وأعتقد بشكل أو بآخر أننا يجب أن نزامن هذا التطور في مسألة إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه. الإنسان الذي يذاكر غير الإنسان الذي يلعب غير الإنسان الذي يعني يؤمن تماما بالكذب، كل هذه الأشياء أعتقد أننا قادرون عليها، وبالتالي البعض يرى أننا في حاجة إلى ثورة تعليمية جديدة. صحيح ثورة العلم مناهج، ثورة معلومات، ثورة معلومات، لأن من يعرف أكثر هو الذي يحكم هذا العالم، وإسرائيل تعرف هذا جيدا. هناك بعض المخالفات هنا وهناك، طبعا من الأطفال تعرضوا لوقائع عنف ربما وصلت إلى موت هذه الأطفال، ومنها نذكر بآخر وقعة، يعني هناك وقعة قطع لسان أحد الأطفال، كانت أسرة الطفل اتهمت في محضر رقم 18962 لسنة 2014 جنح الدقي مديرة المدرسة. هذه المدرسة أعتقد بأنها مدرسة خاصة تابعة لدائرة قسم الدقي، وطبعا كانت هناك تحريات من مديرية أمن الجيزة. قالت والدة الطفل رضوى السيسي بصحيفة، بحسب أقوالها في صحيفة الجريدة المساء، وهي أيضا صحفية في جريدة المساء، أن مربية الأطفال تركت التلاميذ يلعبون بينما كانت تعبث بهاتفها المحمول وكأنها في فسحة وليس فصل دراسي، ما دفع عدد من التلاميذ لدفع نجلها أحمد، وبالتالي في غفلة من المدرسة سقط، تأثر، يبدو أنه قطعت أو بترت يعني 4 سنتيمترات تقريبا من لسانه. هذه يعني كيف تعلق على مثل هذه الواقعة؟ يعني أمر الناس سميت وزارة التربية والتعليم لابد أن نربي الأطفال، لكن ليس بهذه الطريقة، لأنه حتى في أوروبا وفرنسا بالذات، بأن الرئيس وزير فرنسا أي إنسان يعاقب طفلا في مدرسة لابد أن يسجن، لأن عندنا أصبح نحن نبعث الأولاد يتعلموا في المدارس لا ليقتلوا، يعني هو ما يتم تنكيل بهم من قبل المدرسين إلى آخره، وأعتقد أن هذه المهزلة يجب القضاء عليها من قبل وزارة التربية والتعليم. وإذا من هذا المنبر نتضامن مع زميلنا الكاتب الصحفي في المصري اليوم ياسر علي، اللي هو نجلو الطفل، هذا الطفل الذي أصيب، وطبعا إن شاء الله يعني نتمنى أن صحيا على الأقل أن يتم التعاطي مع هذا طبعا، وأن يكون الأضرار أن تبسط إلى أقصى درجة. إلى
الصحافة العربية نقرأ من فلسطين أونلاين: رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق نتنياهو وقع في ورطة مرسي بسبب قانون يهودية إسرائيل. انتقد رئيس الشباك السابق يوفال ديسكين رئيس الحكومة الإسرائيلية بسبب توقيعه على قانون تعزيز يهودية إسرائيل، وقال ديسكين إن السياسات التي ينتهجها نتنياهو في هذا القانون تشبه تماما نفس سياسات مرسي، معتبرا أن نتنياهو اقتبس المادة الثانية من الدستور الذي طرحه مرسي وصدق على مادة تقول إن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية والشريعة اليهودية هي مصدر القانون الإسرائيلي. ما رأيك هذه المقاربة؟ بالفعل نتنياهو يكبل إسرائيل بالقاعدة التي يقول أنها لابد دولة يهودية لآخره. نحن لا نؤمن بالدول الدينية بشكل عام، دول مدنية، أمريكا دولة مدنية، فرنسا كذلك مدنية، علمانية، نحن دولة مدنية. أما نتنياهو فعلا إصراره على أن يكون إسرائيل دولة دينية أو دولة يهودية أو دولة اليهود في العالم، أعتقد أنه بذلك يخرج عن النص الدولي كما اعترف على تسميتي، وأعتقد أنه يكبل إسرائيل لا يحررها. إلى الوسط الليبية، الجيش الليبي يتبنى قصف مطار معيتيقة بطرابلس لليوم الثاني، وقالت الصحيفة إن هذه المطارات والموانئ تستخدم في أنشطة مشبوهة ومناوئة لمصالح الجيش الليبي، مشيرة إلى أن الطائرات الحربية التي قصفت المطار وقاعدته الجوية تتبع لسلاح الجو الليبي، وإنها انطلقت من أحد القواعد الجوية المحلية خارج العاصمة. وأوضح قائد سلاح الجو الليبي صقر الجروشي أن الغارة الجوية استهدفت المطار لإعاقة العمل في إطار حرمان الميليشيات المسلحة في طرابلس من الاستفادة منها. حضرتك بترصد هنا تطور في عملية الكرامة في ليبيا؟ هو التطور طبعا، لكن بالفعل لا، كما قلنا قبلا ليبيا حسب مفهوم السياسي دولة فاشلة، هناك ميليشيات في كل مكان، هناك أحزاب، هناك أشياء كثيرة جدا. لابد من دعم الجيش الوطني الليبي، هو الذي يحافظ على التراب الليبي من اليمين لليسار. إلى النهار العراقية، البشميرجة تستعد لاقتحام سنجار بعد تحرير جلولاء والسعدية، وقالت الصحيفة إن سنجار أصبحت بعد تحرير جلولاء والسعدية الآن الوجهة الجديدة للبشميرجة التي تتحرك بمعاونة المتطوعين الأيزيديين نحو سنجار بمساندة قوات التحالف الدولي، في حين بدا مسلحو داعش في الاختفاء من تلك المناطق خوفا من العملية العسكرية المرتقبة. وأضافت أن قوات البشميرجة تمكنت خلال الأيام الماضية من السيطرة على الطريق الاستراتيجي في سنجار الذي قطع الإمدادات الآتية لداعش من سوريا. دعنا نبدأ هنا من تفخيخ جلولاء، يعني داعش التنظيم القاتل عندما يكسر أنفه في مكان يفخخ كل المكان، كل مترين في قنبلة يجب إزالتها، وبالتالي سيستغرق ذلك من القوات العراقية على الأقل أسبوعين من أجل إجلاء هذا التفخيخ. يعني ما هو تقييمك لهذا يعني الطريقة التكتيكية في التعاطي مع فكرة الانسحاب؟ داعش في البداية صناعة أمريكية كما نعلم، كما أن القاعدة كانت صناعة أمريكية بالفعل، وهناك فشل كبير جدا في مكافحة داعش لأنه انقلب السحر عسال بشكل أو بآخر. كما تعلمين وزير الدفاع الأمريكي قدم استقالته واعتراضا على الخطة التي وضعتها أمريكا فيما يتعلق بداعش، مع أنها التي خلقت انقلب السحر على السحر. دائما كنا نقول هذا حتى مع القاعدة، وهذا الشيء يحدث حديثا. يعني أعتقد أن أمريكا يعني ستهزم مرة أخرى أمام داعش التي كبرت وكبرت وكبرت سواء في سوريا أو ستهزم أمام داعش أم أمام الصحوات واستنساخ فكرة الصحوات مرة أخرى لإنقاذ العراق؟ لا، داعش لا تتمكن من هذا إطلاقا. يعني أعتقد أن داعش أصبحت أكبر من كانت تتخيل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أصبحت سيفا مسلطاً عليها وإصبعا موجه للاستضرار بالتهم أكثر من أي شيء آخر. هناك إذن محاولة من الجيش العراقي لمحاولة تطويق الموصل، وهي أحد المعاقل الرئيسية لداعش داخل أو في العمق العراقي. إلى الأسطنبة الإيطالية التي تكتب: مصر دولة تتمتع بالحكمة ولديها قدرة قوية على التعامل مع قضايا الشرق الأوسط. قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي كان صريحا عندما أشار إلى غياب قدرة الغرب وخاصة الاتحاد الأوروبي في معرفة واقع الآثار السلبية التي فجرتها عناوين الربيع العربي، والتي دفعت خلالها المطالبة بالحريات إلى عدم إدراك أعمال العنف
العنف التي تفجرت ووجود مخاطر يعجز الغرب أيضا عن منعه. وأشارت الصحف إلى تصريحات الرئيس السيسي حول مفهوم الموسع للإرهاب بأنه لا يتعلق فقط بالعالم العربي لأنه متواجد بقوة في نيجيريا وكينيا والصومال وسوريا. كيف تقرأ هذه الإشادة من الاستامبا الإيطالية؟ أعتقد أن عندها كل الحق، لأن هناك معلومات كثيرة تصل لهم دون أن نعرف، من خلال وسائل إعلامهم، من خلال مراسلين، من خلال حتى مكاتب الإعلام إلى آخره، وبالتالي هم لا يتكلمون إلا عن واقع معاش ومؤير، وبالتالي الإشادة هذه في مكانها. لا، وهنا أيضا بيضع الرأي العام الأوروبي أمام مسؤولياته، يعني هو يقول هناك قدرة أو غياب قدرة الغرب على تفهم، وخصوصا الاتحاد الأوروبي، على تفهم آثار ما أقدموا عليه بالنسبة للربيع العربي في ليبيا. صحيح، لأنه هم الذين قالوا كلمة الربيع العربي، كلمة لم نعرفها من قبل، هم الذين قالوها. لا، وفجروا البنية التحتية الليبية يعني. بشكل آخر الرأي العام بعيد تماما، وهناك نظرية في الإعلام تقول الرأي العام جسد مارد وعقل، فهم يستطيعون التحكم بشكل أو بآخر في زرع قيم معينة في الرأي العام لم يلاحظوها في هذه المسألة، وبالتالي هناك فرق كبير بين الرأي العام الأوروبي وبين الأحداث التحدث في هذه المنطقة. هم منفصلين، لكن النهاردة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذن يجب أن يكون لهم تحمل المسؤولية في ليبيا. يجب أن تكون تحمل المسؤولية، كل رأي العام يقف أمام مسؤولياته تجاه هذا العالم بعد أن وجه الرئيس السيسي معلومات صحيحة عن هذه المنطقة كلها. إلى لوموند الفرنسية، ونقرأ فيها: مصر تعود مجددا على الساحة الدولية. أكدت لوموند أن مصر عادت على الساحة الدولية بعد أن لعبت دورا رئيسيا في ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وسعيها لدفع مبادرة السلام عام 2002، فقد أصبحت أيضا كذلك بالنسبة لملف ليبيا. وكتبت الصحيفة أن ليبيا من أهم الملفات التي سيبحثها الرئيس السيسي بباريس، وقالت إن مصر وفرنسا تخشيان من وقوع ليبيا في أيدي الجماعات الجهادية. تعليق حضرتك دكتور. ليبيا مهتمة بها فرنسا جدا منذ زمن ساركوزي عندما كانوا إطلاق سراح الممرضات البلغاريات إلى آخره، وبالتالي هذه القضية مهمة جدا، هي كأن فرنسا مهتمة بالإرهاب والقضاء عليه، وعقلت مؤتمرات كثيرة في فرنسا ومصر أيضا بعد أن تبين أن كل المحافظات مستهدفة بشكل أو بآخر، والإرهاب آفة عالمية، لم يقل أحد أنها آفة مصرية أو آفة إسلامية، هذا خطأ شائع، هي آفة عالمية، لأنه جماعة الجيش الأحمر في اليابان لم تكن إسلامية، الإيتا الانفصالية في مدريد لم تكن إسلامية، الحليق رؤوس فرنسا لم يكن إسلاميين، النازيون الجدد في ألمانيا لم يكن إسلاميين، وبالتالي لا علاقة للدين الإسلامي بالإرهاب، الإرهاب آفة عالمية، وبالتالي الرئيس السيسي ذهب إلى هناك لكي يقول ما أن الإرهاب آفة عالمية، يجب أن تكون مقاومة متاعها مكافحتها عالمية أيضا، كل الدول تساعد مع بعضها البعض في القضاء على الإرهاب. هناك كثير ما يقال هي في فكرة أيضا دفع بالقضية الفلسطينية الأمام، لسيما بعد تلك المغازلات الفرنسية التي كانت تقول بأن هناك إمكانية بأن تعترف فرنسا بقيام الدولة الفلسطينية لتحذو حذو دول أخرى. على كل حال، إلى نيويورك تايمز الأمريكية نقرأ: هيجل لم يكن وزيرا قويا للدفاع وخسر ثقة أوباما، وثلاثة أسماء هي مرشحو وزارة الدفاع الأمريكية، بينهم امرأة. قالت الصحيفة إن هيجل هو أحد الجمهوريين المعتدلين الذين أدخلته موافقته المستقلة في تحدي لموقف الجمهوريين من العراق والعقوبات على إيران، مشيرة إلى أن هيجل منذ تعيينه في فبراير 2013 أثبت أنه غير قادر على الدفاع عن مواقف أوباما أمام معارضيه، وظل يواجه صعوبة في توصيل وجهات نظر إدارة أوباما، وكان يطغى عليه غالبا وزير الخارجية جون كيري ورئيس هيئة الأركان الجنرال مارتن ديمسي في شرح الاستراتيجية العسكرية الأمريكية. وأضافت الصحيفة إن سيطرة البيت الأبيض بإحكام على سياسة الأمن القومي لم يخدم هيجل، حيث يعتمد أوباما على مجموعة صغيرة من المساعدين، منهم مستشارة الأمن القومي على سبيل المثال سوزان رايس في المشورة، وأن وجود وزير للدفاع أكثر قوة يحظى بثقة أوباما الكاملة قد يكون أمرا أفضل في ظل الفوضى والحرب في تلك الجبهات. يعني عندنا ملف متعدد. لماذا نقول عن وزير الدفاع أنه غير قادر؟ نستطيع أن نقول أنه غير مقتنع بوجهة النظر الخاصة بمكافحة داعش والحرب ضدها سواء في سوريا
او في العراق، كل هذا لابد ان يرفع الاعتبار. ثم لا تنسى ان يعني من نتائج ان الجمهوريين فازوا باكثر من نصف الكونغرس ان جاءت هذه تداعياتها، جاءت باستقاله هيجل هو اخر الجمهوريين في حكومه اوباما بالضبط. وبالتالي يجب ان نضع الامور في نصابها حقيقه، وانا لقطع العروف لان هيجل لم يكن ضعيفا، هيجل قوي، لكن اعترض على وجهه نظر خاصه باوباما وكان لابد ان يستقيل وينسحب وينزوي. نيويورك تايمز تقول إقالة، يعني استقالة أم إقالة، يعني يبدو أنه تم الضغط عليه. لكن هذا المنظر الذي رأيناه هو يظهر ويتعانق مع أوباما وكأنه يعني هذه مسرحية دبلوماسية، أم أن هناك الصقور في البيت الأبيض بتعض حتى في الـ يعني البنتاغون؟ ما تزال هناك صقور الحمام، لكن بشكل عام أعتقد سواء كانت إقالة أو استقالة النتيجة واحدة، أن الرجل ابتعد عن المشهد الحربي على الأقل في وجاءت داعش في سوريا والعراق. لكن نريد أن نوضح للشأن العربي والمصري، ليه تم استبعاد هيجل؟ هل هو من كان معارضا لفكرة أن تكون هناك حرب بقوات في حرب العراق 2002؟ هو إذن معارض لوجود أو تورط مزيد من القوات البرية الآن في العراق؟ إذن معناها نفهم أن الصقور في البيت الأبيض يريدون أن يكون هنا، هذه مقدمات لأن يكون هناك اجتياح بري للعراق. لا تنسى أن القرار السياسي هناك لابد أن يؤخذ بجماعة الضغط، خاصة جماعة الضغط أو لوبي صناعة السلاح في أمريكا، هو الذي يسير الأحداث كاملة، وهذا ما حدث إطلاقا. لكن وزير الدفاع الأمريكي المستقيل أعتقد أنه كان له وجهة نظر أخرى تماما، يريد ألا يجعل الجيش الأمريكي متورط في حروب جديدة بعد أفغانستان والعراق، لا يريد أن يحدث هذا في سوريا. إحنا كده فهمنا معناها أن كل يوم يغيروا رأيهم، ومعناها أن إيه سننتظر المزيد من إيه، ليس فقط الخبراء العسكريين، لكن سيكون هناك ربما قوات ستنزل مرة أخرى. إلى الشأن العربي، قالت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أن زعيم نداء تونس الباجي القايد السبسي تقدم على الرئيس منصف المرزوقي المنتهية ولايته وفقا للنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، لكنهما سيخوضان جولة إعادة في ديسمبر المقبل بعد أن فشل في الحصول على أغلبية مريحة. قال شفيق سرسار رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي أذيع بالأمس أن النتائج الأولية للانتخابات أظهرت أن السبسي حل أولا بحصوله على 39.46% من الأصوات، بينما جاء المرزوقي ثانيا 33.4% من أصوات الناخبين. أضاف إنهما سيخوضان الدور الثاني في ديسمبر المقبل دون أن يعطي تاريخا محددا، وحل حمل همامي زعيم الجبهة الشعبية ثالثا بحوالي 7.82%. كيف ترى المعركة المرتقبة يعني على الرئاسة في ثنائية المنتخبين؟ ما يجري في تونس أعتقد أنه الديمقراطية شفافة جدا، هناك حياد وهناك 27 واحد كان مرشح نفسه رئيس الجمهورية برقابة 27,000 كانوا يراقبون الانتخابات. انتخابات نزيهة موضوعية بعيدة تماما عن حسابها لحساب شخص أو شخص آخر. على أي حال أعتقد أن الذي يحسم بشكل أو بآخر المعركة والانتخابات القادمة بين الرجلين، لكن أعتقد أن نداء تونس يمكن أن يكون له الأولوية لأنه فجأة أصبح مهما جدا ورقما أساسيا في المعادلة التونسية. إلى الشأن الدولي، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية ليلة الاثنين أسوأ اضطرابات منذ أغسطس الماضي، حيث نشبت أعمال عنف في مدينة فيرغسون الصغيرة بولاية ميسوري، وذلك في أعقاب إعلان هيئة المحلفين إسقاط الملاحقات بحق شرطي أبيض قتل بالرصاص شابا أسود أعزل الصيف الماضي. كما امتدت موجات الغضب إلى كبريات المدن الأمريكية، وتعرضت شرطة فيرغسون لإطلاق نار وإحراق حوالي 10 مباني على ما أعلنه قائد الشرطة في منطقة سانت لويس جون بلمار. خلال مؤتمر صحفي قال بلمار أنه تم اعتقال 29 متظاهرا بدون تسجيل وقوع أي قتيل، وقرر المحلفون عدم توجيه اتهام إلى الضابط دارين ويلسون عن إطلاق النار في الواقعة التي قتل فيها مايكل براون البالغ من العمر 18 عاما،
طبعا واندلعت هذه الأعمال بعد صدور الحكم، حيث يعني رفع المتظاهرين شعارات العدالة تقتل. يعني إيه رأيك في هذه المظاهر؟ الحرق والنيران والسيارات المشتعلة والأبنية المشتعلة وعمليات أيضا السطو على المحلات. نحن ننظر إلى جزء من العينة. في الحقيقة كانت هذه الصور متصدرة المشهد في يورو نيوز وكانت فعلا مخيفة. يعني انظر حضرتك إلى الصور، يعني أعمال عنف ضارية. أوباما حذر من الخروج عن السلمية ونشد طبعا المجتمع في فيرغسون على احترام القانون واحترام قرار المحكمة. يعني هذا يدل على أن أمريكا هي دولة المتناقضات، هناك سود وهناك بيض وهناك عنصرية وغياب العدالة في بعض الأحياء. كل هذا يؤكد بشكل أو بآخر إن أمريكا فعلا بلد من تناقضات، وهذا يؤكد أن الإنسان هو الإنسان. عندما كنا نشاهد الأحداث في مصر كنا نجد يعني فظاعة ما بعد منها فظاعة، وأعتقد الإنسان هو الذي يكره النظام، ودليل على ذلك ما حدث في أمريكا. لكن بشكل عام هو هناك عنصرية، وإلا لما تم استخدام هذا الأمر. الحقيقة أن العدالة الأمريكية مع السود في أجازة، لكن مؤكد أنها موجودة في وسط البيض. المشكلة الأساسية أن هناك إحساس بدونية لدى شريحة كبيرة جدا من السود، ولم يحقق أوباما الذي يحسب على السود أي شيء لهم، بالعكس كان ضدهم بشكل أو بآخر. على أي حال أعتقد أن هذه الأمور لن تهدأ، لأنه في القاع ما فيه من أشياء ضد الدولة وضد البيض وضد أشياء أخرى محسوبة ضد العدالة. وهم كانوا يرشقون بنفس الاتهامات، والآن يعني مرة أخرى ليس هناك من هو بعيد عن أي شيء كما يقول المثل الغربي. إلى خبرنا الخفيف. من المنتظر أن يشهد العام القادم عرضا مسرحيا لأحد أعمال طبعا الكاتب الأمريكي الكبير آرثر ميلر الدرامية التي لم تعرض من قبل. وتحكي هذه الرواية التي أعدها رون هانشتاين تعد إذن أو يعدها لكي تكون عملا مسرحيا، وهي قصة للبطل المسرحية وهو يدعى مارتي فيرارا، وهو عامل تفريغ بالمراكب الذي يقف في مواجهة العصابات والمسؤولين الفاسدين الذين يحكمون ويحكمون قبضتهم على الواجهة المائية في بروكلين. كان ميلر الذي توفي عام 2005 والمنتج والمخرج إيليا كازان يرغب في إنتاج فيلم The Hawk وهو موضع هذا الخبر في الخمسينيات، إلا أن مشروع هذا الفيلم توقف بعد أن طلب التنفيذيون في هوليوود من ميلر أن يجعل الشيوعيين هم من يمثلون الجانب الشرير في هذا العمل. ومن المقرر أن يعرض الفيلم في مسرح رويال أو المسرحية في مسرح رويال في بريطانيا بمدينة نورثامبتون البريطانية في شهر يونيو الذي يتوافق الذكرى المئوية لآرثر ميلر. كلنا نذكر آرثر ميلر وتلك الرواية أو المسرحية الرائعة كلهم أبنائي، تحدث فيها عن الأضرار التي نجمت عن الحرب العالمية الثانية من تفسخ أسري داخل المجتمع أو الأسرة الأمريكية. رأي حضرتك يعني في إحياء هذا الدور؟ رفض أن يستخدم الشيوعيين ليكونوا الأشرار، لكن ماذا لو طلبوا منه أن يكون العرب هم الأشرار؟ أعتقد أنه كان سيوافق، لأن هناك موقف تمام ضد العرب. عندما يستخدم العرب كأشرار أعتقد أنه اليود هوليود كانت ستوافق بشكل عام، وهو أيضا. لكن هذا السؤال يمكن أن يسأل فيه وجهة النظر الأخرى. الشيوعيين كانوا قطبا مع القطب الغربي، أمريكا والاتحاد السوفيتي زمان. أعتقد أنه كان النظام الثنائي القطبي الذي يحكم. أعتقد العرب لا، ويدل على تأثير هوليود صناعة السينما في القرار، حتى في صناعة القرار وتمسكها يعني وجودها أيضا في إطار صنع القرار. بما أن السينما هي مرآة المجتمع فيتعكس حتى تحيز المجتمع الغربي ضد العرب في أماكن كثيرة جدا. آرثر ميلر طبعا الذي تزوج العبقرية النجمة مارلين مورو الذي سحرها هو يعني بفكره، يعني شخصية غير عادية. عند الذكرى المئوية سنتوقف عند هذا الخبر مرة أخرى. أشكر ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور سعيد اللويندي الكاتب الصحفي والخبير بالعلاقات السياسية الدولية بالأهرام ورئيس تحرير الأمور الدبلوماتيك. شكرا على تشريف حضرتك هذا البرنامج. شكرا. أرجو أن القهوة تكون عجبت حضرتك، كانت تكون مظبوطة كما يليق جدا.
أشكرك. أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل نشاهد تقريرا حول فعاليات اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة إعلاميين وفنانين وإعلاميات وفنانات، ثم نعود إلى مساحة حرة. أقيمت أمس فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، وسط حضور كبير شدد الجميع على ضرورة تطوير مكافحة العنف ضد المرأة في مجتمعنا المصري، في ظل الدراسات التي تشير إلى أن أكثر من 70% من المصريات تعاني من العنف. أنا جاية بالتحديد أتكلم عن الجزء الخاص بالمرأة والطفل، لأنه الأم هي بالنسبة لي اللي بتربي، هي اللي بتكبر الولد والبنت، هي اللي في إيديها تميز بين الولد والبنت، فلما فهمها ما فيش فرق بين الولد والبنت ما تفرقش بينهم في المعاملة، هي اللي بتمارس عملية الختان لأن هي تربت على كده. هنحاول نتكلم على عنف بكل صوره، سواء عنف بدني، نفسي، اجتماعي، جنسي، اقتصادي. عندك عنف بدني زي أن الراجل يضرب مراته أو يضرب بنته الصغيرة، عندك عنف جنسي زي التحرش، زي الاغتصاب، ظواهر دخيلة جت على المجتمع المصري في آخر كام سنة، يمكن عشان ما بقاش في عقاب. فدايما بنشدد لازم تغليظ العقوبات على الناس، لازم يبقى في تطبيق للقانون، لازم دور الاعلام يبقى اكتر ايجابيه. هناك طبعا عنف اسري اللي هو الضرب والايذاء النفسي والايذاء الجسدي، هناك طبعا في العنف الاقتصادي وهو ان هم يعني كل شويه الفقر بيزيد، وبالتالي بتضطر يعني ممكن جدا ان المراه تختار حاجات كثيره جدا، منها انها تخلي عن اولادها وكانت فقيره جدا. وطبعا في العنف في الشارع وهو التحرش بالإضافة للزواج المبكر، يعني في أنواع كثيرة من العنف. عشان نخلق مجتمع سليم وأخلاقياته سليمة لازم نرجع إلى الأصول والأدبيات والإنسانيات. لازم الطفل ينشأ في مناخ صحي ما فيهوش أب بيضرب أمه ولا بيشتم أمه ولا بيسقط نفسيا على أمه، لأن الأساليب الكتير جدا، أساليب العنف ضد المرأة ومواجهة العنف ضد المرأة، الأساليب كتير جدا فيها نفسي وجسدي واجتماعي، يعني الأساليب كتير قوي. توجهنا بالسؤال عن وضع المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير، وهل تزايد العنف ضدها في ظل الاتهامات التي تواجه المجتمع بأنه مجتمع ذكوري؟ صحيح احنا مجتمع ذكوري، ده حقيقي وده من عيوب مجتمعاتنا الشرقية، لكن في نفس الوقت احنا مجتمع فيه المرأة بتضيع حقها، وفيه المرأة هي اللي بتصمت عن الدفاع عن نفسها وعن حقها وعن التبليغ عن حقها وعن اللجوء للقانون لأخذ حقها. فزي ما الراجل، احنا مش هنقول كل المشاكل على الراجل، لازم نبقى منصفين، ما ينفعش نبقى بنعاني من سطوة الراجل والعنف اللي بيمارسه الراجل على المرأة فنقوم عاملين عنف موازي ليه بعنف المرأة ضد الرجل. هيفضل دايما في إيجابيات وسلبيات، هيفضل دايما في مشاكل من النوع ده، لكن احنا بنحاول نحد منها، بنحاول نقننها، بنحاول نحطها في اطر نقدر ننفذ فيها القانون، نقدر فيها الناس تاخد حقوقها. دور المراه، لا انا اتصور ان المراه مع الوقت بتاخد حقوق اكتر ليها، بس الاهم انه المراه هي اللي حسمت الانتخابات، المراه في مصر هي اللي بتربي، المراه هي اللي بتعول الاسر كتير جدا، في اب غائب، اب مسافر بره علشان يصرف على الاسره، فالزوجه والمراه هي اللي شايلة المجتمع كله. قبل 25 يناير زي 25 بعد 25 يناير بالظبط، ما حسيتش بأي فرق. بالعكس، لما بتنزل تعبر عن رأيها في الشارع بتتهان، لما تنزل في التجمعات بيتم التحرش بيها وتم إهانتها، مش حاسة إنه حصل أي إنجاز. خلينا نقول إن المرأة المصرية هي دورها بان قد إيه هي عظيم، يعني خلينا نقول إن أنت ثورة 30 يونيو أساسها هي المرأة المصرية، فهي الست المصرية على الدور اللي هي عملته للبلد. أنا أظن هي لسه محتاجة تاخد أكتر وأكتر وأكتر. في يوم من الأيام نحلم إن ممكن يبقى في رئيس الجمهورية تبقى ست، يعني أنت زمان كان عندك من القرون كتير كان عندك الملك حتشبسوت، فانت تشوف انت حاسس انك بتقدم ولا تاخر. في يوم من الايام اكيد نتمنى ان يبقى في رئيس الجمهوريه ست، يبقى في رئيسه وزراء ست، اكيد في يوم من الايام الحال لازم هيتحسن ان شاء الله. الحقيقه الوضع مش ما هو ده، وضع سيء في بعض كثير من الاحوال. انت عندك سنه من عمرنا ضاعت في مخاطرات، في هجوم على المرأة ممنهج، في كره للمرأة ونحطها وردة ونسميها ناقصة عقل ونجوز العيال. انت بتصلح سنة من عمرنا رجعنا فيها للقرون الوسطى، انت بتصلح سنة، احنا بنصلح 2012-2013 حكم الإخوان ده، احنا بنصلح أخطاءه في الريف ومناطق عشوائية. 25 نوفمبر اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة. نعم احتفلنا بهذا اليوم، لكن نريد الاحتفال الأكبر عندما نحترم المرأة ونقدرها حق قدرها كما جاء في جميع الأديان، وأن ننفذ وصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أوصانا بالنساء خيرا. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم إلى مساحة حرة.
يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس فرانسوا هولاند ووزير الدفاع ورجال الأعمال الفرنسيين لتحقيق حزمة من الأهداف السياسية والاقتصادية. كما يلتقي سيادة الرئيس مع رئيس مجلس الشيوخ لبحث القضايا الإقليمية والملف الاقتصادي والتعاون المشترك بين مصر وفرنسا والأوضاع في ليبيا وسبل دعم الحكومة الليبية لاستعادة الاستقرار والسلام وجهود أيضا مكافحة الإرهاب في المنطقة والقضية الفلسطينية دفع عملية السلام وطبعا الأوضاع في سوريا والعراق والجهود المبذولة لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، كذلك الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي. كما سيلتقي سيادة الرئيس مع جون بيير رافالون رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ وأحد المشاركين في الرئاسة الجماعية الثلاثية لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية UMP المعارض طبعا، وهو الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس السابق فرانسوا نيكولا ساركوزي والرئيس الأسبق أيضا جاك شيراك. وفي نهاية زيارته يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس النواب الفرنسي. للوقوف على أجندة السيد الرئيس وما فعله لغاية الآن وما سيفعله، معنا على الهاتف مراسلنا في هذا البرنامج زميلنا العزيز الكاتب الصحفي المصري اليوم الأستاذ محسن سميكة، وزميلنا في البرنامج وعضو البعث الإعلامي المرافق للسيد الرئيس. صباح الخير استاذ محسن. شكرا نوال، صباح الخير لحضرتك وكل الساده المشاهدين وزملائنا جميعا. اول طمنا الجو عامل ايه في باريس، درجه الحراره كام؟ الحقيقه درجه الحراره حاليا 5، يعني مش عارفين لسه ممكن توصل طيب اذا هو درجه الحراره منخفضه لكن هناك سخونه وايضا حماسه كبرى تلتقي بها تستقبل بها فرنسا الرئيس عبد الفتاح السيسي. حدثنا عن اجنده الرئيس، ماذا فعل وماذا هو يفعل الان وماذا سيفعل خلال اليوم؟ ابرز المحطات. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى العاصمه الفرنسيه باريس في 6 مساء امس بتوقيت فرنسا. الحقيقه استقبال يعني في حفاوه كبيره، هو لا يعني لا يستقبل به الا كبار الرؤساء والملوك كما حدثني احد المصادر بالسفاره. هليكوبتر صاحبه الرئيس فوق موكبه من مطار شارل ديغول الى مقر اقامته بالعاصمه الفرنسيه باريس. قبلها دعيني استاذه نوال انها جزئيه في منتهى الاهميه، في نهايه زيارته الى العاصمه الإيطالية روما كانت موفقة للغاية، تم توقيع 9 اتفاقيات تجارية بين مصر وإيطاليا إجماليها نحو نصف مليار دولار. الحقيقة في مختلف المجالات بين الوفد المصاحب للسيد الرئيس اللي بيضم وزراء الاقتصاد والخارجية والتجارة والصناعة طبعا بالأخص ووزير التموين، ده بعد اجتماع لمجلس العمل المصري الإيطالي كان في نهاية اليوم قبل سفر الرئيس إلى باريس مباشرة. حضره نحو 34 شركة من كبار الشركات الإيطالية في روما و20 شركة مصرية، وأسفر زي ما ذكرت لحضرتك على 9 اتفاقيات تجارية تبلغ نحو نصف مليار دولار، فضلا عن الاتفاقيات التي تم الانتهاء منها والتي تبلغ بحسب تصريح السفير المصري في روما السفير عمرو حلمي تبلغ نحو 540 مليون دولار. ما يتعلق بباريس كما ذكرت لحضرتك كان استقبال في منتهى الأهمية، لدرجة أن أنا حتى التقيت ببعض الجاليات العربية الموجودة هنا في فرنسا، أكدوا أن يعني الرئيس السيسي سيحظى بحفاوة بالغة واستقبال وترحيب، وقارنوا عقدوا مقارنة من أنفسهم بين زيارة الرئيس التي تمت بالفعل وبين محاولة زيارة المعزول عندما كان يتولى المسؤولية والتقى بأنجيلا ميركل في ألمانيا وحاول الوصول إلى فرنسا، وكانت الإشارات كانت تلك الصورة التي كانت فضائحية في العالم. الرئيس الفرنسي فرانسوا ولا أبلغه بعدم رغبته في الحضور إلى فرنسا، فأحدث حضرتك عن رئيس استقبل بحفاوة بالغة وما كان في السابق رئيس رفض أساسا أن تخطو قدماه على الأراضي الفرنسية. الرئيس التقى بالأمس بأصحاب كبرى الشركات الفرنسية من ضمنهم طبعا ما يتعلق يعني ناحية هامة خاصة بالتنسيق، التقى برئيس شركة أكبر صناعة سفن حربية في فرنسا، لقاء بالغ في الأهمية. اليوم هيلتقي بعد حوالي 50 دقيقة بالتوقيت هنا مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. الرئيسان كان التقي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر
الماضي، وكان في زخم وعلاقات قوية استغل الطرفين قوة العلاقات اللي نتجت عن اللقاء الثنائي اللي جمع بينهم في الولايات المتحدة، واتفق طبعا على هذا اللقاء. ستعقد جلسة مباحثات مغلقة بين الرئيسين. بالضبط، جلسة المباحثات المغلقة هذه يعتبر سابقة دبلوماسية، يعني هي بدون حضور أي شخص. هل تجسد يا أستاذ محسن أهمية شراكة مصرية فرنسية أورو متوسطية، وأيضا ربما تفاوض حول الملفات الساخنة وكيف سيتم التحرك للاتحاد الأوروبي؟ هل باعتقادك أن نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن يأخذ الرأي العام الأوروبي وبقيادة طبعا إيطاليا إلى المزيد من التفاهم لبعض القضايا، ومن ثم المضي قدما في تحديد يعني سياسات المنطقة بما يخدم مصالح طبعا الوضع الليبي وفي الشرق الأوسط؟ طبعا فرنسا لها قوة كبيرة وتواجد كبير في الاتحاد الأوروبي، ومن أكبر القوى الدافعة لأي من القضايا التي تثير الجدل داخل الاتحاد الأوروبي. فرنسا لها كلمة قوية بوجود جلسة مباحثات مغلقة بين الرئيسين المصري والفرنسي في الإليزي، طبعا لها دلالة كبيرة للتباحث في قضايا سياسية وقضايا اقتصادية. بس أعتقد أن الملف السياسي هيكون يعني العامل الرئيسي على مائدة الحوار في الجلسة المغلقة أو المفاوضات. الجلسة هتستغرق حوالي ساعة وربع ساعة، هتعقبها جلسة أخرى لكن بمشاركة الوفدين الرسميين المتعلقين إذا كان بالقاهرة أو بباريس، هيحضرها طبعا الوزراء المرافقين للسيد الرئيس. دعيني أؤكد لحضرتك أن الوضع في فرنسا مختلف تماما أمس مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي عنه منذ نحو مثلا من 3 لـ5 شهور، كما كان يتحدث البعض هنا عن ما حدث في القاهرة في 30 يوليو و3/7، واختلاف أو تباين في وجهات النظر ما بين كونه انقلاب على الشرعية أو بين حماية البلاد أو تدخل في الوقت المناسب من القوات المسلحة بناء على دعوة الشعب المصري لها أو نزوله في ثورة. كان هناك شريحة أو شريحتين مختلفتين في الرأي ما بين كونها ثورة وكونها انقلاب، لكن بالأمس تأكدت أن المجتمع الدولي بشكل عام، مجتمع أوروبي بشكل عام، وفرنسا بشكل خاص، طبقا لما يعني تم حصره بشكل عشوائي، كلهم مع الموقف المصري، كلهم يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعد تأكدهم تماما من أنه لولا تدخل الرئيس السيسي في القاهرة لحدث كما يحدث في سوريا وكما يحدث في ليبيا من دفع ضريبة الإرهاب والتطرف وعملية من عمليات الخراب. فرنسا تأكدت تماما أن مصر كانت محقة فيما فعلته في 30 يوليو 3/7. أستاذ محسن، هناك أيضا حرص مصري على تنوع مصادر السلاح، حدثنا عن الفرقتين دولت والصفقة اللي تخص طائرات رافال، وهل لديك معلومات حول يعني هذه القضية؟ تمام. في الأول طبعا ده هينتج بعد جلسات التباحث المستمرة اليوم، إذا تم إن هيبقى منها مع الرئيس الفرنسي، ستعقبها جلسة مع رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية، وبعدها مع مجموعة من رجال الأعمال. ما يتعلق بالسلاح تحديدا، زي ما ذكرت لحضرتك الرئيس قطع صوت كبير في هذا الموضوع بلقائه بالأمس مع رئيس أكبر شركة في فرنسا لصناعة السفن الحربية، وأيضا شركات أخرى لم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن. لكن هناك حرص مصري على تنوع مصادر السلاح، خاصة من في الفترة الماضية طبعا، ولا سيما يا أستاذ محسن أن فرانس 24 عندما يعني استضافت السيد الرئيس، كان أول سؤال سأله مندوبوها وهو هل ستتمون صفقة الطائرات العسكرية؟ يعني يبدو أن هناك حرصا أيضا فرنسيا على أن يكون هناك يعني أن تشتري مصر هذه المعدات وأيضا الأسلحة. طبعا بجانب الحرص المصري، الحقيقة هناك ذكاء كبير في الدبلوماسية المصرية والعلاقات المصرية الخارجية في الأونة الأخيرة. أستاذة نوال، كان في الماضي الاعتماد الوحيد والرئيسي على الولايات المتحدة الأمريكية، الآن تتنوع مصادر السلاح ما بين روسيا، ما بين فرنسا، ما بين إيطاليا، إن كان هناك حديث أيضا عن السلاح مع بعض الشركات أو التسليح في الفترة المقبلة. كان هناك أستاذ محسن لعب على أو باللعب على كل أو على مختلف الجوانب إذا صحت
التعبير من الزاوية الدبلوماسية هناك تعدد للمصادر، ليس الأمر قاصرا كما كان في الوضع الولايات المتحدة حتى تستخدمها يعني زراعة يتم ليها في بعض الأوقات خاصة بالتسليح أو إمكانية وقف التسليح. لا، مصر الآن أصبح لها أكثر من مصدر للتسليح، وهذا أمر هام بالنسبة لسواء المعاملة الدبلوماسية من جانب أو من جانب آخر، حتى فكرة عدم الاعتماد أو الاتكال على مصدر رئيسي ممكن نتحكم فيها بين لحظة وأخرى كما كان يحدث في الماضي من قبل الأمريكان. الآن السلاح المصري متعدد من روسيا، من فرنسا، من إيطاليا، ولسه إن شاء الله القادم افضل اكيد هيكون في اعتماد على اكثر من دوله اخرى في المرحله المقبله. وايضا التشريفه العسكريه التي ستقام للاحتفاء بالسيد الرئيس يعني ستكون بعد قد ايه عندكم؟ هو طبعا اللقاء هيكون في حوالي بعد 50 دقيقه، انا ممكن يكون هذه التشريفه تروح وقتها سيتم بين 15 و20 دقيقة في أمام قصر الإليزيبي العاصمة الفرنسية باريس. لقاء فعلا واستقبال المطار فعلا كان بالأمس كان استقبال رائع، زي ما قلت لحضرتك كان هناك عدد كبير من المسؤولين في انتظار الرئيس طبعا، ومجموعة من المسؤولين المصريين تقدموا السفير إيهاب بدوي سفير مصر في فرنسا حاليا والمتحدث الرسمي السابق باسم رئاسة الجمهورية الفترة الماضية. بالنسبة لأبرز اللقاءات المزمع عقدها أو سيعقدها السيد الرئيس في آخر اليوم يا أستاذ محسن في عجالة، آخر اللقاء له اليوم سيكون مع وزير الخارجية الفرنسي قبل لورون فابيوس حضرتك مع رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب ومجموعة من رجال الأعمال والوفدين الرسميين للبلدين، هيلتقي مباشرة فور انتهاء جلسة المباحثات المغلقة الهامة بين الرئيس الفرنسي والرئيس المصري التي تتم بعد قليل في قصر الإليزي. زميلنا العزيز الصحفي بالمصري اليوم الأستاذ محسن سميكة، بنشكر حضرتك على وجودك في فرنسا وإفادنا بهذه المعلومات ووضعنا في صورة وأهمية هذا الحدث يعتبر يعني الذي يسجل في أحرزته الدبلوماسية المصرية وأحرزته الدولة المصرية ورجوعها وبقوة على الساحة الدولية. سيداتي وسادتي أشكركم على وجودكم معنا وشربكم القهوة معنا وعلى دعوة أخرى صباح غد لتناول القهوة في هذا البرنامج. أتمنى لكم أن يكون يومكم يوم سعيد إن شاء الله، ونلقاكم على كل خير. إلى اللقاء.